مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان البيئة والتربية. طفل صفحة بيضاء، نهار كنكتبوا عليها احترام البيئة ونرسموا ليه طريقة احترامها بطريقة واضحة، كنكونوا جعلنا المدرسة الوطنية مدرسة بناء مواطن الغد. المدرسة حضن لبناء نساء ورجال المستقبل، واعيين بأهمية تحقيق تنمية مستدامة توفر بيئة سليمة للأجيال القادمة. ولكن الدروس بوحدها داخل القسم ما كافياش، باش تكون التربية على البيئة متكاملة، الورشات والعمل الميداني كينميو علاقة احترام بين الطفل ومحيطه البيئي ويربيو عنده سلوكيات بيئية كتبقى راسخة. وباش التربية تكون متكاملة على البيئة كيوجب تضافر معها جهود جميع الفاعلين والمتدخلين. التربية على البيئة والتنمية المستدامة عندها دور كبير في تربية الناشئة للحفاظ على البيئة وتثمينها، لأنها كتمكنها من التوفر على المعارف الصحيحة والضرورية، وكتلقنها السلوكيات الإيجابية والمحافظة على البيئة. التربية على البيئة ماشي غير في المدرسة، خاصنا نرسخوها حتى خارج أسوار المدرسة. بالفعل التربية على البيئة والتنمية المستدامة كتسعى لترسيخ ثقافة حماية البيئة وتثمينها والنهوض بقيم التنمية المستدامة، وكيمكن لها تتم عن طريق التربية البيئية النظامية من خلال إدماجها في البرامج التعليمية أو من خلال تأسيس النوادي البيئية، ويمكن لها تتم في دور الشباب والأندية النسوية والمخيمات الصيفية، ويمكن لها كذلك تتم في إطار جمعيات المجتمع المدني، ولكن يمكن لها تقوى أكثر داخل الأسرة. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.